سلام حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم البنات جيتكم فيديو جديد، نقدم لكم فيديو جنادر من القطيفة، نتمنى يعجبكم. البنات عندنا الموديل الاول، هذا بابا في الطاب. البنات انا عجبني هذه العرب بزاف شابه، واش رايكم انتما؟ جايه كروازي، جايه بالوسمو، بالحزام نتاعها، بزاف شابه بزاف شابة البنات، قولوا لي رايكم. البنات راني نقرا كامل تعليقاتكم، حطوا لي تحت في قسم التعليقات، راني نقراهم كامل بالوحدة، وان شاء الله راني ريبوندي على كامل تعليقاتكم. عندنا الموديل دوزيام، هذه بيجاما، بيجاما هذه ثاني بزاف شابة البنات، قاطفة في النوار، جاية بالكتبة في ال في البودي وفي الجناب نتاع البنطالون. هذه ربا جايه بالبايتي وبالقطيفه، بزاف شابه البنات، واش رايكم انتم؟ ثاني هذه الربا قولوا لي، هاي ثاني كروازي عجبني البنات هذا الماضي. خفيفة سامبل ما فيها ويلو، بزاف شابة، واو. هذه ثاني شابة، هكذا البنات خلاص الفيديو تاعنا اليوم، نتمنى يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش تعملوا بلي لايك ومشاهده الفيديو مع صحابتكم مع حبيبتكم. خليكم البنات في فيديو جديد ان شاء الله، سلام.